البورشن كنترول او التحكم في كميه الاكل هو المفتاح الاساسي عشان توصلي للوزن اللي انت عايزه توصلي له. مش لازم تستخدمي الكوبايات او المعايير او الميزان عشان تعرفي كميه الاكل او البورشن اللي انت محتاجاها. النهارده هنقولك على طريقه تستخدمي فيها ايدك عشان تعرفي كميه البروتين والخضروات والفاكهه والنشويات اللي انت محتاجاها في اليوم. حجم الايد بيختلف من شخص للتاني، ودي ميزه كويسه جدا ان انت تعرفي الكميه اللي انت محتاجاها حسب مقاس وطول جسمك، بس لازم تعرفي ان الكميه دي بتختلف حسب عوامل كتير زي مثلا السن ولو بتعملي اي نوع من انواع الرياضه وكمان حسب الحاله الصحيه والادويه اللي انت بتاخديها. دي كانت نصايحنا النهارده عشان تعرفي كميه الاكل اللي انت محتاجاها باستخدام ايدك. لو عندك اي سؤال ما تنسيش تسيبه لنا في الكومنتس تحت، واستنينا في الحلقات الجايه.